الخيار أحد أكثر الخضروات استخدام بالعالم، وبيعشقه أغلب الناس لطعمه المميز وسهولة هضمه، وبيشتهر بتزيين الأطباق على الموائد كما أنه بيتم تخليله. ونال الخيار على مدى السنين الأخيرة اهتمام بمجال البحث العلمي، حيث أظهرت الدراسات فوائد الخيار للجسم والصحة، لأنه بيحتوي على معادن وألياف وفيتامينات وأيضا مضادات أكسدة هي أهم ما بتميزه. وللخيار فوائد مهمة للبشرة والوجه والجسم، ويبدو أنه فوائد الخيار للبشرة والوجه كبيرة، وبيعتقد البعض أنه فوائد الخيار للبشرة هو أهم من فوائده بالأكل عامة. فالخيار بيحتوي على العديد من مضادات الأكسدة، وهذا ممكن يمنح البشرة حماية ضد أشعة الشمس الضارة والسموم يلي بتنفاز عبر الجلد. وهو كمان بيساعد بتأخير ظهور التجاعيد، حيث أظهرت الدراسات أنه عصير الخيار ممكن يصبح عنصر فعال في مستحضرات التجاعيد والنمش بفضل وجود فيتامين جيم فيه. وممكن استخدام عصير الخيار وخلطه بكمية متساوية مع ماء الورد، واستخدام قطعة من القطن ودهنه على الوجه. وأثبتت بعض الدراسات أنه استخدام الخيار للوجه ممكن أنه يهدئ من حروق الوجه الخفيفة، خاصة حروق أشعة الشمس، بفضل محتواه العالي من الماء، كما أنه بيقلل التورم بالبشرة وتهيج الجلد. ومن فوائده كمان أنه بيستخدم لتبييض الجلد عن طريق إزالة خلايا الجلد الميتة والحصول على بشرة أكثر نضارة. ويمكن استخدام الخيار على البشرة الدهنية اللي بيعاني منها بعض الناس، وفيكي تتخلصي من البشرة الدهنية عن طريق استخدام قناع الخيار والنعناع بخلطهم معا ودهن الوجه فيهم، وهو جيد كمان للمساعدة بتهدئة الالتهابات. ويمكن يكون الخيار علاج جيد للتخلص من الهالات السوداء وآثار الإجهاد تحت العينين، كونه بيحتوي على مضادات للأكسدة ومضادات للالتهاب والماء، وهيدا بيجعل الخيار مفيد لامتصاص الالتهابات الموجودة تحت العينين. يمكن الاستفادة من الخيار للعيون عن طريق تقطيعه كشرائح ووضعه أسفل الجفون وتركه لمدة 20 دقيقة. ولزيت الخيار فوائد كتيرة على البشرة والشعر، لاحتوائه على فيتامين هي والمركبات اللي بتساعد على ترطيب البشرة وزيادة مرونة وليونة الجلد وترطيب وليونة الشعر. ويمكن إدخال الخيار كجزء من النظام الغذائي في فقد المزيد من الوزن، كونه من الثمار المنخفضة السعرات الحرارية، وبيعطي شعور بالشبع لاحتوائه على الألياف الغذائية. والخيار موجود بالأسواق، وفينا نحنا نستفاد منه صحياً لأجسامنا وبخلطات جمالية لبشرتنا. فيا ترى شو ناطره؟